ما هي الأضرار إنجاز التعبير اللي حضرتك شايف إنه كتب التراث ألحقتها بالمجتمع؟ طيب طبعا الحلقه مش هتكفي وانا عامل حلقات على اليوتيوب برد على الامام البخاري او بعمل حاجه اسمها رفع القداس عن البخاري، ممكن يبقى يشوفوها ويتناقشوا معاها. الموضوع طبعا ازمه كبيره جدا، يعني هو مصممين على موضوع حد الرده. مش مصممين يا فندم، لحظه بس، يعني لان في هل فهمت من كلام الشيخ اشرف انه مصممين على حد ايوه فندم. طب وحد الزنا؟ طب وحد قطع السارق؟ ما هي دي كلها حدود. أكمل بس هي باب واحد. أكمل. لا احنا بس مش مصممين يا استاذ، مفيش حد مصمم يا فندم. في قضيه كبيره اسمها قضيه اقامه الحدود. اكمل يا جماعه، مفيش حد مصمم. اكمل وسجل نقط، خدها وسامح لوكشه والطباط بتاعت المشعري اهو اللي هو اذا تعنى فمش عارف يعملوا له ايه. اتفضل يا استاذ سامي. فضيقوا عليه هو الامام الاشعري قال. لا 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 ابدا ابدا، بس فضيقوا عليه حضرتك كاننا ما اتكلمناش اصلا. يعني اتفضل اتفضل قول وجهه نظرك. وحضرتك فهمت كلامنا بس يعني اكمل يا جماعه. اتفضل اكمل. طبعا هما بيقول لك حد الرده يطبقوا الامام. البغدادي على فكره كان امام من وجهه نظره وكان بيسيطر على الارض وكان خليفه. مين البغدادي يا استاذ؟ البغدادي ايا كان. البغدادي ديت كيف ايا كان؟ لا مش والله ما فهمت. لا وقفت على لفظ، وقفت على لفظ، دخلنا في ايه؟ انا بسال حضرتك فسطائي بقى، بغدادي ولا بغدادي؟ هي اسمها بغداد عندنا. انا عايز افهم الازهر. انا ما فهمتهاش هنا الازهر. هي اسمها بغداد، هتقول بغداد؟ حد اللي هيقول بغداد؟ بغدادي. اتفضل. فانا قصدي ايه؟ الوقوف على اللفظ والمقاطعه والتضييق على المتعلم طبقا للمذهب الاشعري. انا قصدي هو نسي، نسيته انت. طبعا يعني ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. تمام؟ ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. الحديث واضح انه حديث سياسي بامتياز، لان كان الخناقه او الاختلاف ما بين ابو بكر وعمر نفس الفرق، ان هو ابو بكر عايز يقاتل منيع الزكاه مفيش له، وعمر مش عايز، ما كان قال له يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. طيب وبعدين ده كده، انت احنا بنقول الاسلام ما انتشرش بحد السيف. النص ده بيقول الاسلام انتشر بحد السيف قولا واحدا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. تمام؟ فاحنا بنتكلم الاحاديث فيها عنف، يعني مش عايز نتكلم بقى عن العرينيين وازاي ان النص بيتكلم ان هو سمن اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. تتكرر 14 مره في البخاري. على فكره الدكتور زقزوق هو نفسه قال، اول حاجه الكلام اللي قاله ده لا يعطي اليقين، كل الكتب السته وزير الاوقاف وزير الاوقاف كل الكتب السته احاديث احاد. لو رجعنا بقى للنص بتاع الامام الطيب ده اللي مش اللي انا اقوله، ولو عايزين يردوا ما يردوش على الشيخ شلتوت. الشيخ شلتوت قال في كتاب الاسلام عقيده وشريعه. اكمل يا جماعه، اكمل الفكره. ما اقول لك موافقين، موافقين والله. حديث واحد بس، حديث الامام شلتوت، الشيخ شلتوت قال في كتاب الاسلام عقيده وشريعه انه اجتمع مجموعه من العلماء وتناقشنا في الحديث المتواتر، فاختلفنا على حديث انما الاعمال بالنيات، ولم نتفق الا على حديث واحد ان هو ايه؟ من كذب علي عامدا متعمدا فلا يبتوى ومقعده بالنار، اللي هو على المحدثين. اذا كل احاديث ما يسمى متصل السند وحاجات زي كده كلها بلا استثناء الكتب السته احاديث احاد، ويردوا على الشيخ شلتوت يقولوا دي متواتره. يبقى الكتب السته كلها احاديث احاد. تمام؟ النقطه الثانيه بقى، من بدل دينه فاقتلوه. بدايه الحديث ان حرق علي، حرق الكتب، حرق الناس، وان ابن عباس قال له لا ما تحرقهمش، نقتلهم بس، من بدل دينه فاقتلوه. يعني بدايه الحديث ان علي حرق الناس، بدايه الحديث ده اللي موجود في البخاري. البخاري فيه كوارث، كوارث في كتاب اسمه الحاكي للسيره النبويه. علي مين يا استاذ سالم؟ علي مين؟ لا هو بيقول علي نفسه. مين؟ لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لا اسمه سيدنا علي يا استاذ، يعني ايه علي؟ لا 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 لا، لما بنتكلم بلغه الغائب ما فيهاش اهانه. لا عمر بن الخطاب ولا وقف الصديق والله ليس فيها اي اهانه. انا طول الوقت الحديث عن الغائب غير المتحدث، لما اكلم واحد اقول له كذا، انما الحديث عن الغائب نتجاوز هذه النقطه. المهم فانا قصدي خلي بالك الدكتور محمود يعني ماشي، ما انا بقول لك هيفوت لك حاجه. ماشي ما يفوتش، ضيق عليا. انا معلق على كلامك، ضيق عليا في النقاش المذهب الاشعري. فانا قصدي الفكره ان هو حتى الدكتور زيزو قال ايه بقى؟ قال لك هم حتى راحوا يعني لقوا في احاديث صعبه جدا في البخاري، راح قال لك ان في حاجات في البخاري ليست على شرط البخاري اللي هي متصل السند. فالدكتور زيزو قال لو صفينا المرفوع والموقوف والمعرفش ايه وكذا والمتكرر هيصفصفوا مش عارف 1500 حديث اللي هو احاديث الايه؟ البخاري. وحتى 1500 دول في مشاكل. مش عايز اقول لك ان في 25 حديث لا مؤاخذه عن التفافه في المسجد، وانك ما تتفش قدامك ولا على يمينك وتتف شمالك. 25 حديث عن التفافه.